اكتشافات تعود إلى ملايين السنين، حيث العالم كان مختلف تماما بشكله وكائناته. ومؤخرا تم اكتشاف متحجرة ضخمة في بريطانيا، فما هي وإلى أي حقبة تعود؟ تقرير يلقي الضوء. بقايا متحجرة ضخمة لإكتيوزور هو حيوان بحري مفترس عمرها 180 مليون عام، اكتشف في المملكة المتحدة، فيما وصفه الباحثون بأنه أحد أهم الاكتشافات في المنطقة. واكتشفت هذه العينة في بحيرة بمقاطعة روتلاند، وهي أكبر أحفورة لإكتيوزور تكتشف على الإطلاق في المملكة المتحدة وأكثرها اكتمالاً. يبلغ طولها 33 قدماً تقريباً، أي نحو 10 أمتار، وتزن جمجمتها طناً واحداً. وقد أشاد العلماء بأكبر وأكمل هيكل أحفوري عملاق لتنين البحر تم اكتشافه في المملكة المتحدة، باعتباره أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ الحفريات البريطاني. وقد ظهرت الإكتيوزورات وهي زواحف بحرية تشبه الدلافين في شكل الجسم العام لأول مرة منذ نحو 250 مليون سنة، وانقرضت منذ 90 مليون سنة. هذا وتفاوت حجمها من متر واحد إلى أكثر من 25 مترا في الطول. حفريات عدة واكتشافات كبرى تعيدنا ملايين السنين إلى الوراء، إلى زمن الزواحف العملاقة والديناصورات. ما أهمية هذه الاكتشافات وإلى أي مدى هذه الأحفورات متواجدة في عالمنا العربي؟ لمزيد من المعلومات حول الموضوع نستضيف معنا الباحث ورئيس الجمعية اللبنانية لدراسة الأحفوريات والتطور بروفيسور داني عزار. أهلا بك. بداية، ما أهمية الاكتشافات المتعلقة بالمتحجرات بشكل عام وهذه المتحجرة بشكل خاص؟ نعم، صباح الخير. أكيد هو كل اكتشاف ممكن يصير لمستحسات بتساعدنا حتى نفهم الماضي، نفهم شو كانت البيئة الموجودة عبر هالحيوانات اللي كانت موجودة أو هالنبات كان موجود. بمؤخرا صار في اكتشاف لهيك العظمة لإكتيوزور، وهو نوع من مثل ما تفضلت وقلت زاحف مائي، يعني بيعيش بالماء إن كان بالبحر أو بالمياه الحلوة، بس هذا كان يعيش بالبحر وكان يأكل سمك. وهذا الاكتشاف يلي صار كثير مهم، لأنه لأول مرة بيكون في عنا هيك العظمة بهالكبر وشبه كامل، يعني فينا نفهم أحسن كيف كان هالحيوان، لأنه عادة أغلبية الأحيان بس بتلاقي عنا مستحسات ما بيكون في عنا معلومات كافية عن كل الهيكل العظمة، بيكون في عنا بعض القطع فقط بس اللي بيكون محفوظة. نعم، طب هذا الكائن مثل ما ذكرت عملاق وهو شبه كامل، حتى جو ديفيز اللي قام باكتشافه قال أول مرة بشوف كائن يعني 10 أمتار وجمجمته تزن طن واحد، يعني برأيك فهم هذا الكائن بشو راح يساعدنا بفهم كائنات أخرى من حيث الأبحاث العلمية؟ هلا فهم هالإكتيوزور هيدا بيساعدنا حتى نفهم التنوع البيولوجي اللي كان موجود بوقته والاحجام اللي كانت موجوده، لانه مثل ما بنعرف انه هلا في إكتيوزورات اكبر من هذا الحيوان يلي تلاقى، يلي هو 10 امتار وهذا عمره حوالي 180 مليون سنه. يلي تلاقوا اكبر كانوا من عمر حوالي 205 مليون سنه. كمان بانجلترا تلاقى هالشيء هذا، بس كان في عندنا عظمه وحده بس، ما عندنا جسم كامل. هون في عنا الهيكل العظمي كامل، يعني أنا فيي أخذ معلومات أكثر وأوضح عن البيولوجيا تبعيته، كيف طريقة عيشه بقلب هالمياه يلي ما كانت مفروض تكون مياه كتير غميقة، مياه ضحلة على كل هالمنطقة يلي بتشكل اليوم منطقة المملكة المتحدة. طب هون دكتور ربما يعني من المفيد أنه تفسرنا وللمشاهدين أيضا ما هي الظروف أو العوامل التي تؤدي إلى اكتشاف هكذا متحجرات، يعني بطوله ووزنه. نعم.
أي مسافة تم اكتشافه؟ ما هي العوامل يمكن المرتبطة بمجهود التنقيب والبحث؟ وهل هي متوافرة في عالمنا العربي أيضا؟ نعم. هلا لا يصير في عنا تحجر، اكيد في عندي كونديشنز او يعني بتساعدنا حتى تحفظ هالجسم يلي عم يتحفق عم يتفكك او عم يتحلل من بعد ما ماتوا. اذا كان في عنا رواسب ناعمه كثير وبتمنع يفوت الاكسجين عبر هالطبقات هيدي، ممكن يساعد يحفظ بطريقه كثير كبيره. نعم. هذا الشيء اللي صار، لانه هناك انحفظت بطبقات الغلية. كيف بتم عملية اكتشاف؟ الاكتشاف وليس حفظه. نعم نعم. هلا الاكتشاف بصير عادة يا اما عن طريق الصدفة، نعم، يا اما بنكون عارفين انه هالطبقات مفروض نتلاقى فيها هالانواع من الحيوانات، مثل هذه البحيرة في بريطانيا دائما ما يوجد فيها. صحيح. مثل هذه المتحجرات. صحيح. يلي صار ببريطانيا حاليا هو انه كان هالشخص ديفيس عم يتمشى بقلب المنطقه هونيك ولقى كم عظمه من فقرات الظهر، وفكروا اول شيء انه شيء اسطر مكسور او شيء هيك، بعدين عاد طلع منيح لقى لا، انه في كفايه كمان لهالعظام هيدي، وهون اتصلوا اكيد باخصائيين. وكرمال هيك يمكن رح يسموه في حال كان الاكتشاف الاول رح يسموه باسمه لجو ديفيس. نعم نعم، هذه عادي دائما بتصير. طيب هل فعلا اللي بيكتشف مثلا بنسميها باسمه؟ صحيح. نعم. هل فعلا يعني في حال انه فهمنا هذا المتحجر سيساعدنا على فهم تطور الحيتان الكبيره التي تعيش في عصرنا هذا؟ لا ما خص الحيتان، لانه هذا عم نحكي هون عن زاحف مائي، بينما الحيتان هي ثدييات. نعم. يعني ما خاصة، بس بتساعدنا حتى نفهم التنوع. نعم. البيولوجي على صعيد الزواحف البحرية أو على. نعم. الزواحف المائية. طيب. يلي منهم في منهم بنلاقيهم من مثلا ببلادنا العربية، في منهم بنلاقي منهم مثل الموزوزور اللي بنلاقيه بالمغرب مثلا، بأعمار مختلفة أكيدة، وبنعتبر أنه كان الإكتيوزور يعني أغلبية الأحيان بنلاقيه بالبلدان يلي نشأت عن تفكك القارة لورازيا يلي عطتنا بنفس الوقت أمريكا الشمالية، أوروبا، وقسم كبير من آسيا، آسيا الشمالية وآسيا الشرقية. فببلدان العربية يلي أغلبيتها جاية من القارة الجوندوانية أو يلي عطت أفريقيا فيما بعد، وأمريكا الجنوبية وأستراليا والهند ومدغاسكر والشبه الجزيرة العربية، ما في عنا لحتى هلا مستحسات لإكتيوزور، لكن في عنا مستحسات ل انسابه او اذا بدك اولاد عمه للإكتيوزور، يلي هو مثلا هون عم نحكي عن الميزوزور، عم نحكي عن مثلا كمان انواع من التماسيح الموجوده، لانه كمان التمساح هو زاحف مائي، والتماسيح بنلاقيها بكثره ببلادنا العربيه او بنلاقي مستحسات لها. شكرا لك على هذا الإيضاح وهذه المعلومات القيمة الباحث.